مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم. هنا من مدينة الحسيمة، خبر عاجل: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 55 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة من يوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 4120 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخباري سلبي بلغ 25134 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 695 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 162 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية لكل وطنية ومسؤولية. إذا أخوتي، هذه هي الحصيلة التي أعلنت عنها وزارة الصحة. مزيدا من الحذر، ما نخرجوش من ديورنا إلا للضرورة، مثلا بالفرماسية نشري الدواء ولا نمشي نتقدى لي شي حاجة هي مهمة، نخرج نتقدى شي حاجة اللي هي مهمة. وداك الشخص اللي كيخرج يتقدى كيمشي للفرماسيان كيمشي يتقدى، اللي عنده ديك الورقة ديال التنقل ولا ديال الترخيص باش يمشي للحانوت ولا باش يمشي للفرماسيان، هذاك هو الشخص اللي خصو يخرج. ملي غادي يخرج يدير الكمامة ديالو ويخرج يقضي الغرض ديالو، الى عنده شيء مهم يخرج يقضيه ويرجع لدارو. الحمد لله كما شفتوا ساكنة الحسيمة راه ملتزمة الحمد لله بالحجر الصحي، منذ مدة ما تسجلاتش إصابة جديدة، الحمد لله. هذا الشيء اللي بغينا، وكنتمناو 8 الحالات اللي بقاو يتشافوا، والله يشافيهم يا ربي. كنحيي ساكنة الحسيمة هذا الروح ديال هذا الروح التضامن وهذا الالتزام بالحجر الصحي، طبعا بالمجهودات اللي كتقوم بها السلطات المحلية على رأسهم سيد العامل، سيد الباشا المدينة، رجال الأمن، رجال الدرك، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، وما نساوش أيضا جنود الخفاء، الأطباء المدنيين والأطباء العسكريين الممرضين. تحية كبيرة لدى الناس هادو. إذا متتبعي قناة شوف تي في، إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.